انا ما 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 الوم شو اسمه ما الوم ابو المولد من يطفي والله ما الوم ابو المولد غاز غالي عمي يعني احسبها حساب عرب بمليون و100 30 مليون بالشهر يعني 100 مليون احسبوا انا متاكد وجمعيته ما تسوي مليون يومي بالشهر يقول لك اخسر والله يقول لك اخسر ولا جاي تخسر على هالسعر طبعا عزل وانا علي طفته يعني طفته قبل لكن من جانب المواطن جاني طفيت مولده قلت له انا طفيه شيء قال لي شيء مولده قلت له حشيل مولده ما صرفي يعني شيء ده اشوفه خساره يعني هو لو بسد بسبب ما يخالف يقول ما بسد بسبب خساره صار شهرين صار شهرين خساره ماكو شيء خساره يعني سابقا بيش انتو تشترون الغاز كان الغاز اخي كانت وطنيه زينه بس هي من صار بدا صيف بدا شويه حر بيش كان الغاز كان للف 600 550 700 ضعف يعني هو صعد المليون و100 كان ب 600 قد كان الامبير كان امبير 15 اي كانت وطنيه زينه الناس سمحت شهر الأمانة يعني من المنطقة جزء دول خيرين ما المنطقة اللي هنا قاعدين قالوا سابقا كان امبير وصل بعشرة وبصل 15 صح لو مو صح بس بهاي الفترة اي كان قاز زين وطنية زينة بس هسه هو قاز صعد يعني مو بيدنا احنا مو بجيبنا صعد يعني هسه لو وطنية زينة وقاز اكو واحد يصعد ما حق يصعد بس من يجيك ابو الامن الوطني قدام العلم ويجي صعدك ما اكو شي حكي يعني شنو هو بس هي الدولة ماكو